السلام عليكم. مصدر عسكري سوري: الجيش الإسرائيلي ينفذ عدوانا جويا على مواقع تابعة للجيش السوري في محيط دير الزور. لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أفاد مصدر عسكري سوري بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ مساء الاثنين عدوانا جويا على بعض مواقع قواتنا المسلحة في محيط مدينة دير الزور، ما تسبب بإصابة عسكريين اثنين بجروح. وقال المصدر العسكري: حوالي الساعة 23:50 دقيقة من مساء اليوم نفذ العدوان الإسرائيلي عدوانا جويا على بعض المناطق ومواقع قواتنا المسلحة في محيط مدينة دير الزور، وأدى العدوان إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية. ووفق ما نقلت الوكالة السورية للأنباء سانا، وفي 16 سبتمبر الماضي قتل عسكريين سوريين وأصيب 6 آخرون بجروح جراء عدوان إسرائيلي على بعض المواقع بريف طرطوس وحماة. في الأخير، إذا كنت من المهتم بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.